بعد 8 أيام متتالية من غلقه، أعادت السلطات المصرية فتح معبر رفح البري مع قطاع غزة ولو جزئيا أمام الطلبة وبعض الحالات الإنسانية. فتح المعبر ل4 ساعات يوميا من السبت إلى الاثنين، وإن شكل بادرة أمل بالنسبة لبعض الفلسطينيين، إلا أنه بات يصعب على بعضهم الآخر نقل أعداد الراغبين في العبور إلى الجانب المصري، بحيث لا يزال أكثر من 1600 فلسطيني ينتظرون دورهم في العبور. نتمنى من الجانب المصري الشقيق أن يعيد حساباته بخصوص معبر رفح، يفتح المعبر بشكل كامل لتمكين هؤلاء 5500 طالب وطالبة أصحاب الإقامات المرضى من السفر، وبعد ذلك فليفعل ما يشاء بخصوص المعبر. قرار السلطات المصرية بفتح معبر رفح جزئيا أمام الحالات الخاصة ل3 أيام متتالية سمح بدخول 400 فلسطيني أو أكثر بقليل يوم السبت، أغلبهم من المرضى وأصحاب الإقامات الخارجية والطلبة، بينما سيغادر حجاج غزة إلى الأراضي المقدسة يومي الأربعاء والخميس القادمين في إطار اتفاق مبرم بين الجانب المصري والفلسطيني. سلطات حماس كانت قد قالت أن معبر رفح أغلق لمدة 38 يوما خلال الشهور الثلاثة الماضية، فيما تراجع عدد المسافرين من خلاله من 1200 مسافر إلى أقل من 300 يوميا. وتم ذلك مع حكومة حماس عرضت نهاية الأسبوع الماضي استعدادها لدراسة أي آلية يتم تقديمها بهدف فتح معبر رفح من جديد، شرط أن لا تتضمن أي تحكم إسرائيلي فيه. السلطات المصرية كانت قد قررت غلق معبر رفح أمام حركة المسافرين بعد التوتر الأمني الذي شهدته سيناء، وما رافق التوتر من هجمات للمسلحين على رجال الأمن والشرطة المصريين، حيث تعتبر جهات مصرية بأن قطاع غزة بات ملاذا آمنا لبعض المسلحين المتشددين الذين يشنون هجمات متفرقة على الأمن المصري في سيناء.